نور عريضة من الوجوه الجميلة في مهرجان كان. حبت نور تاخد رأي بنتها إيلا بهالإطلالة. برأيكم شو قالت؟ اللوك تبعي بكان الأبيض. أوكي. في منهم كتير حبوه. إيه. وفي منهم ما كتير حبوه. أوكي. بس أنا بدي أعرف إيلا حبته أو لا. أوكي. رح إلكن رأيي. أوكي. أنا رأيي كتير حلو بس مش شيك. سنة الماضي كان شيك، هلأ ستايلش. مثل برينسس. شو الفرق؟ قبل كان شيك، انت كنت مدام، انت كنت شيك، انت كنت هيك شيك. أهم شي حبيت سنينة، هيك جم جلسي وشفنا سنينة انه منيح، it's refreshing. أنا شخصياً ما حبيت الإطلالة، لكن تعليق إلا بيظهر التربية الواثقة من حالها، ونور أكيد عطيتها كل الثقة. شو رأيكم أصدقائي؟